عند اللقاء يعود. صباحكم الله بالخير. 8/4/2018 تسجيل من جوجل بيكسل 2 XL. صباحكم الله بالخير. بعد عمل جدول المعالجات والمقارنات ما بينها وصلتني إيميلات بشكل متأخر فيها معلومات عن ليش الشركات تأخرت السنة هذه، وكانت الإجابة بالضبط نفس اللي أنا قلت أول السنة، أي أول السنة نفس ما أنا قلت سنة 2017 شهر 10 تقريبا. الشركات ما كانت جاهزة لسبعة نانومتر ولا كانت جاهزة لشبكات الفايف جي، فقررت أنها تكرر أجهزتها وتقدم شيء مفروض أنه تغيير جذري أو طفرة أو تغيير جدير بالاقتناء سنة 2019. من الجانب النظري ما في ولا شركة راح تقدم الفايف جي، وإذا في شركة راح تقدم الفايف جي فراح تقدمه على X50 من كوالكوم، فالمعالج مو مضبوط ضبط دقيق، يعني هو عبارة عن معالج 845 معطلين فيه X20 وحاطين له X50 إذا فرضنا نظريا صحة هذا الأمر. 2019 هي اللي ممكن تقدم لك هاتف فيه تغيير جذري أو تغيير يستحق الاقتناء، لأن الجذري ترى من سنة لسنة 20%. سامسونج قدمت 7 نانومتر هذه المرة بشكل سريع، يعني قدمتها 5 شهور عن موعد الإطلاق، وهذا واضح أنها خايفة من شركة TSMC التايوانية اللي تقدم لمعالج كيرن 970 وتقدم لمعالج أبل A11. صرف البطارية راح يكون أقل، المعالجة راح تكون أسرع، حجم المعالج نفسه راح يكون أسرع، من 10 ل 7 في فرق ملحوظ 30% تقريبا. يعني شنو؟ يعني إذا كان وياك جهاز من سلسلة 2017 بمعالج 835 أو ما يساويه، الفرق 50% عن معالجات 2019 مثل 855 من كوالكوم، زائد غوريلا جلاس اللي صار له 5 مدة، صار له 3 سنين 5، المفروض أنه يقدم غوريلا جلاس 6 سنة 2019، فراح يتغير زجاج الشاشة أيضا. ايضا سامسونج تطور نوع من البطاريات جديد غير الليثيوم ايون بوليمر، عندها نوع جديد من البطاريات طبعا خطر جدا للبيئه لكن ما لنا شغل بالبيئه، المفروض انها تقدمه سنه 2019 ايضا على اجهزتها. وسامسونج جاهزه بالكامل لاطلاق هاتف بدون منافذ، لا تايب سي ولا 3.5 ولا شحن ولا شيء، شحن لاسلكي والسماعه بلوتوث. استثمرت الشركه مطولا في هذا الامر، زائد ان كوالكوم ساعدت ايضا، كوالكوم تقدم حاليا شحن لاسلكي حتى على اجهزه الالمنيوم مو بس الزجاج. كوالكوم كانت تبي تروح حق TSMC، وقدمت لكم خبر سابقا بانها اتجهت اصلا وسوت عقود ومعالج 855 في عليه اوردر، لكن سامسونج عجلت 5 شهور عشان تحرج كوالكوم وتقول لها ها احنا جاهزين، ها شو الموضوع، تعاونوا معنا احنا ارخص احنا افضل احنا اقرب. ليش الفايف جي مهم؟ شبكاتنا مو زينه، اغلب الشركات مو زينه، صح، لكن الفايف جي له حد ادنى ما تقدر تستهبل عنده الشركات. 7 نانومتر لانه يوفر طاقه، الشركات راح تستهبل وتقدم هواتف بطاريات قليله، للاسف ان هذا الامر وارد للاسف. طيب هل في جديد 2019 غير الفايف جي وغير سرعه المعالج؟ نعم في NFC نسخه ثانيه، في واي فاي اي دي يتم تفعيل على الهواتف فعليا، في تفعيل USB 3.1 3.2، USB الحالي 3.0 يسمونه 3.1 first generation، طبعا كلام فاضي هو USB 3.0، لكن القادم احتمالية عالية جدا لتواجد 3.1 3.2. راح يكون في تحسين على شاشات ال LCD هالمرة، لان شاشات ال LCD حاليا بالتعاون مع المعالجات تدعم ال HDR اللي هو تفعيل اللون الاسود والابيض. صحيح LCD مع ال HDR راح يعطي جمالية للشكل، لكن ما راح يدعم البصمة على الشاشة عند اي شركة من الشركات المنافسة، كلها تعتمد OLED. ايضا كوالكوم 855 في احتماليه لتحسين نوع الرام للمره الثالثه، يعني اقوى شركه في موضوع الرام ترى كوالكوم، ايضا الذاكره الداخليه ممكن نسمع عنها شيء. عموما الموقع حاليا على السيرفر الجديد 16 جي بي رام 240 SSD، شلت منه الحمايه علشان يتأرشف بشكل افضل على جوجل. راح احاول اقدم موضوع بالاسبوع على الاقل، لان بصراحه انا مشغول جدا ما عندي وقت ابدا، يعني اغلب الوقت شغل، يعني توني انا لابتوبي معي وشغال للحين.